ملف التنمية المستدامة ده ملف مهم جدا، والدولة احنا شايفين في الفترة الأخيرة بتولي اهتمام كبير جدا بالملف ده تحديدا. بقى التنمية المستدامة في مجال الانتاج الزراعي والحيواني، احنا شايفين فعلا انه في طفرة كبيرة جدا في مساندة المزارع المصري من قبل الحكومة، وتحديدا كمان من قبل وزارة الزراعة. بنساعده وبندعمه بالمعلومات الصحيحة، طبعا موضوع كارت الفلاح، موضوع التواصل ما بينه وما بين حتى الوزارة في أكتر من موقع إلكتروني، قناتنا طبعا الموقرة اللي دايما بتقدم معلومات مفيدة ومتجددة للمزارع المصري. تعالوا نشوف بقى مجال الانتاج الحيواني احنا وصلنا لغاية فين، وكمان التنمية المستدامة في الملف الزراعي. عندنا استصلاح زراعي في أراضي كتير جدا، مشروع 1.5 مليون فدان وأكتر كمان. تعالوا نشوف تفاصيل كتير مع ضيفي اللي منورني النهاردة، اللي سعيدة بوجوده معانا، دكتور مجدي أبو بكر، أستاذ الكيمياء التطبيقية والبيئية. دكتور أهلا بيكم، منورني. صباح الخير على مصر الأول، ربنا يحفظها. صباح الخير عليكي، صباح الخير على كل الطاقم الجميل، فرد فرد واحد واحد. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الاول، يعني احنا لما بنيجي نتكلم على عجله التنميه والاقتصاد المصري، ابتدينا للاسف نرجع لقطاع الزراعه، وانا بقول وشايفه ان هو من اهم القطاعات اللي بتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر بشكل كبير. ليه؟ احنا في ستينات القرن الماضي، القرن اللي فات، بداية او بعد ثورة 52 بالتحديد، ابتدت تحصل حاجة غريبة جدا. ابتدت تحصل، انا بسميها من وجهة نظري، نهضة صناعية كانت مؤقتة او في طفرة في الصناعة في الوقت ده بتاع الستينات، اللي هي الصناعات بتاعت الألمنيوم في نجع حمادي، صناعات الغزل والنسيج في المحلة، صناعات الحديد والصلب، كل الصناعات دي، صناعات الإنتاج السكر في الفيوم من المحاصيل السكرية اللي احنا ابتدينا فعلا نوصل فيها لمرحلة الاكتفاء الذاتي. المحاصيل السكرية وصلنا فعلا اوريدي لمرحلة الاكتفاء الذاتي. انت قلتي كلمه جميله جدا، كم كلمه كده عجبتني، قلتي الوزاره الموقره. انا بزيد على الوزاره الموقره دي الوزاره الراقيه. ليه؟ احنا عندنا وزاره الزراعه دي من الوزارات فعلا الراقيه الموقره، لان انا كان في معلومه ابتديت اقرا عنها وابتديت اعرفها، للاسف الشديد كانت غايبه عني، خاصه بكليه الزراعه هنتكلم عنها بعدين. لكن احنا بنتكلم على التنمية والنمو في المجال الزراعي، الإسهامات أو النتاج بتاعته من أهمها أن أنت عملتي حد من الفقر وسوء التغذية اللي كان منتشر بشكل إلى حد ما في المناطق الريفية. ابتدينا نحد من الفقر وسوء التغذية ده، طب خاصة مع مين؟ خاصة هنرجع تاني للحتة بتاعت ستينات القرن الماضي دي، مع أصحاب الحيازات الصغيرة. ليه أصحاب الحيازات الصغيرة بالتحديد؟ لأن لما تضافرت جهود الدولة وعلى رأسهم طبعا وزارة الزراعة، وزارة الري، البنك الزراعي، الجهاز خدمات أو جهاز مشروعات الخدمة العامة، بين قوسين هنحط الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني. صحيح، الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني. لأن أنت برضو في المقدمة الجميلة بتاعتك قلتي الإنتاج الزراعي مع الإنتاج الحيواني، الثروة الزراعية مع الثروة الحيوانية. إيه اللي حصل؟ إن الناس بتوع أصحاب الحيازات الصغيرة دول، هم دول اللي كانوا ظهروا في الستينات شوية، اللي هم أصحاب الخمس فدادين. يعني كان في أغنية طلعت زمان كده، خمس فدادين ومش عارف إيه وكده. ما هي دي القضية؟ إن ابتدت الدولة تبص للناس دي بصة جميلة، وابتدت تتضافر الجهود بتاع مؤسسات الدولة في دفع عجلة التنمية الزراعية والإنتاج الحيواني جنبا إلى جنب. إزاي؟ اجتمعت بعض الوزارات الراقية الموقرة، وزارة الري، وزارة الزراعة، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وزارة الكهرباء، جهاز مشروعات الخدمة العامة، الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، البنك الزراعي، وعملوا إيه؟ أما عملوا حصر لأصحاب الحيازات الصغيرة وصغار مربيين
وتسمين المواشي. ليه؟ احنا عايزين نرفع من شأن الناس ديت ونعمل لهم مشاريع تكون دفعة ليهم والوطن بتاعنا وتدفع عجلة التنمية بتاعتنا. فعملوا ايه؟ طب اسمح لي دكتور قبل ما نعرف عملوا ايه، لان دي نقطة مهمة جدا. احنا مهما عملنا ومهما حاولنا ان احنا نواكب التطورات، واحنا عندنا ملف مهم جدا الرئيس عبد الفتاح السيسي يتكلم فيه شخصيا، هو فكرة زيادة معدل النمو السكاني. بتتكلم على تنمية مستدامة، بتتكلم على تطوير قطاع الزراعة والقطاع الحيواني او قطاع الثروة الحيوانية. ازاي هتقدر تجابه ده؟ يمكن ده من اكتر التحديات اللي بتهدد هذا الاستقرار، او بتخلينا بمعنى اصح ما نحسش بيه بشكل واضح، لان انت عندك زياده على طول. فتقيم ازاي الموضوع ده وازاي فعلا بيأثر على التنميه المستدامه؟ برافو عليك، سؤال جميل حقيقي علي. اشكرك. خلينا لما نيجي نتكلم على حته التنميه المستدامه وكيفيه التغلب على النمو السكاني وطفره النمو السكاني وتاثير هذا المعدل السريع في عمليه الاستهلاك، مع نقطه عدم وجود الانتاجيه الكافيه او الانتاج الكافي لمجابهه هذا النمو والطفره السريعه في النمو والانفجار السكاني. سياده الرئيس مع الاجهزه المعنيه، كل في مكانه وكل في تخصصه، اتكلموا في الحاجات دي. وزارة الزراعة الراقية الموقرة اتكلمت في كيفية تنمية الانتاج الزراعي على محورين، المحور الأفقي والمحور الرأسي. أنا ما بعدتش عن الموضوع. المحور الأفقي كان بيتكلم على ترشيد مياه الري وعلى توفير الموارد المائية، ترشيد مياه الري مع توفير الموارد المائية. حتة الترشيد دي هنتكلم عليها، وبرضو متعلقة بالانفجار والقصة دي، عشان أقدر أحافظ على كمية المية اللي موجودة حاليا عندي. صحيح. وما أفقدهاش، بالعكس أنا هحافظ على الكمية الموجودة وهحاول أنميها. طب التنمية الرأسية اللي هي إيه بقى؟ الحفاظ على جودة الموارد المائية، الحفاظ على جودة الموارد البشرية، الحفاظ جودة الموارد البشرية اللي هو السكان ومعدلات الزيادة بتاعت السكان. كل القصة دي الاتجاه الأفقي والتفكير الاتجاه الرأسي. أنا عايز أعمل إيه في الآخر؟ عايز أوصل إن أنا أعمل أخدم الأعداد اللي عندي دي بإنشاء مجمعات زراعية صناعية تهتم بالصناعات التكاملية التحويلية اللي ما بين المحاصيل الزراعية الرئيسية والمنتجات الزراعية الرئيسية. وانا عندي كمان في منتجات سنوية الناس ما بتاخدش بالها منها. فلما اجي اعمل المجمعات الزراعية الصناعية دي، ايه اللي حصل؟ ارجع اقول، لما تضافرت جهود الدولة على رأسها رئيس الدولة، اجتمع ثلاث جهات معنيين بهذا الامر، على رأسه وزارة الزراعة والبنك الزراعي وجهاز مشروعات الخدمة العامة. فوفروا ايه؟ وفروا ان هم يجيبوا رؤوس ماشية تكون محسنة وراثيا، وتكون سلالات عندها القدرة على النمو السريع، وتكون سلالات عندها القدرة على در نسبة ألبان كافية. أنا عايز أتغلب على الانفجار السكاني مع التوعية. إحنا مش بنقول إن إحنا نقول للناس بلاش خلفة. صحيح. لا، إحنا بنقول يعني خلينا نقول ننظم ونحدد. مش نحد. بالظبط. نحدد مش نحد، عشان الناس ما تفهمنيش غلط. وحد يهاجمني، أنا ما بقولش نحد، بقول نحدد وننظم. حفاظا على ايه؟ حفاظا على كمية الاراضي اللي موجودة عندي. تخيل انت عندك مساحة مصر 238 مليون فدان. انت كام فدان مستخدمة في الزراعة؟ 9 مليون فدان. انت عندك 238 مليون فدان،
انت بتستخدمي 9 مليون فدان فقط. صحيح. ال 9 مليون فدان دول هيكفوا ايه؟ ولذلك من ضمن الجهود اللي تضافرت فيها الدوله توطين الشعب الجميل بتاعنا ده الاراضي الصحراويه. انشاء مجتمعات عمرانيه جديده. فين الكلام ده حصل؟ حصل في شمال سيناء، حاليا بيحصل على جانبي محور الضبعه. هاي الضبعه دي فين؟ الضبعه دي مدينه، للي ما يعرفش هي مدينه موجوده بعد مدينه العالمين الجديده. طب انا كان عندي مدينه العالمين في الساحل الشمالي بعد اسكندريه. عملنا العالمين الجديده، كان في العالمين القديمه اتعملت العالمين الجديده. اذا انا في توسع عمراني وفي انشاء مجتمعات عمرانيه جديده من شانها ان هي تخلق لك الجمعيات الاهليه اللي منوط بيها توعيه اهالي هذه المناطق على كل ما يمام كل الشؤون. صحيح. الضبع، محور الضبع دلوقتي بيتم استخدامه على اعلى مستوى من الاستخدام الامثل. ابتدى يحصل عمليه، هتبتدي تحصل عمليه توطين. نرجع تاني للجزئيه انا كنت عايز اتكلم فيها في حته ترشيد الميه اللي هو التنميه الزراعيه الافقيه. في ناس كتير سمعت سيادة الرئيس هو بيتكلم على جزئية كانت جميلة جدا. ايه هي؟ جزئية في منتهى 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 الجمال اللي في الدنيا ومنتهى الرقي اللي في الدنيا في التفكير اللي الناس اشتغلت عليه، اللي هي مسؤولة كل في اختصاصه، ما بقولش يعني. كل في اختصاصه فكر في الجزئية دي اللي هي ايه؟ تبطين جوانب مصارف الترع والمصارف. الناس ساعتها كانت بتقول لك يا دكتور طب وده هيفيدنا بايه؟ طب وليه نصرف الملايين الرهيبه دي؟ يمكن انا حتى برضو بضم صوتي لصوت حضرتك ان هي غايه في الاهميه، لانه كمان لو ما كانتش مهمه كده ما كانش سياده الرئيس قعد شرحها بمنتهى التبسيط. ايوه بس سياده الرئيس ما عندهوش من الوقت الكافي اللي يشرح التفاصيل، تفاصيل اللي ترضي كل الناس رغبه بالظبط وفضول المشاهد ان هو يعرف انت عملت كده ليه؟ طب تخيلي انت ان انا اعرف ناس اصحاب حيازات صغيره من اراضي صغيره كده جايين يقولوا لي دكتور هو اخذوا مننا كام الف عشان نبطن جوانب الترع؟ قلت له عشان انت ما انتش فاهم. لو انت اخذت بالك احنا عندنا من الموارد المائيه اللي جايه لنا من نهر النيل قد ايه؟ وعندنا من الموارد المائيه اللي جايه لنا من الابار الجوفيه قد ايه؟ هقول لك رقم وما تتصدميش ولا اللي بيسمعني يتصدم. انا كان عندي في 20، خلي بالك من الرقم عشان الناس دي تسمع وتفهم ان جهود مؤسسات الدوله شغاله فيها، جهود رئيس الدوله مع الناس المعنيه بالامور دي شغاله فيها. 20 مليار متر مكعب. نقول الرقم تاني. 20 مليار متر مكعب كان بيهدر ويفقد في عملية التخلل الجانبي والرشح الجانبي لمياه الترع والمصارف في المجرى المائي دوت. ده رقم مهول بس عشان الناس رقم تبقى مهول. ده رقم. انت اصلا احتياجاتك المائية السنوية 60 مليار متر مكعب، لما تهدري منهم 20 مليار متر مكعب في الرشح والفقد على جانبي الترع والمصارف انت فقدت قد ايه؟ تلت مواردك واحتياجاتك المائيه السنويه. صحيح. ده احنا لو بنتكلم على الهدر في الناحيه دي بس، ده غير بقى المشاكل. ده رقم انا مش عايز اقول بقيه الارقام بالظبط والاستخدام الشخصي اليومي. لما رئيس الدوله مع الجهات المعنيه المتخصصه يفكروا في ان هم يحفظوا هذا الكم من الهدر والفقد. عشان كده دايما لما كان بتحصل اجتماعات او لقاءات كنت بعد اسمع الكلام دوت انا مبسوط جدا. ازاي احنا ما بنيجي نقول لشعبنا الجميل ده ما تقلقش، لا يليق بك ان تقلق. في ناس شغاله على الحفاظ على الموارد المائيه، في ناس شغاله على تحليه المياه، في ناس شغاله على معالجة، خلي بالك، معالجة مياه الصرف الصحي.
قبل كده كنا بنستخدم مياه الصرف الصحي مباشرة في الري، فكان بيظهر بقى آفات، أمراض، أوبئة، محاصيل مسرطنة وغير صحية بتعود على الفلاح من ناحية سلبية وعلى البيئة من ناحية سلبية تانية. لما نحن نحافظ على الكلام ده ونعمل المحطات بتاعة المعالجة دي، المعالجات دي الناس مش فاهمة ان هي بتصرف قد كده على الدولة، ان هي بتكلف قد كده على الدولة. ليه؟ لان المعالجات، ما كلمة معالجة كده ما ينفعش واحد يقول كلمة معالجة انا مش عايز اخش في التخصص بتاع المعالجة ولا الكلام اللي هو داخل في وصفها وشرحها بالتفصيل. لكن احنا عندنا في معالجة حيوية، في معالجة كيميائية، في معالجة حرارية. مش هخش في تفاصيل المعالجات، لكن لما اجي اقول المعالجات دي 1، 2، 3، اذا كل حاجة ليها معالجة. على حسب ايه بقى؟ على حسب نوع المخلفات اللي انتوا عمالين ترموها في الترع وترموها في المصارف وترموها في نهر النيل وتلوثوا بيها البيئة. ما كل دوت جهد على الدولة عشان ترفع هذه الملوثات وهذه المخلفات وتوصل لك منتج زراعي صحي تقدر ان انت تستخدمه بطريقة آمنة. صحيح. طيب خلينا نروح كمان لدور بقى مراكز الابحاث يا دكتور، في التعاون طبعا مع وزاره الزراعه ان احنا نحقق التنميه المستدامه. قبل ما نتكلم على مراكز الابحاث الجميله الراقيه برضو بتاعت وزاره الزراعه دي، مركز البحوث الزراعيه، يعني انا ليا اصدقاء شخصيين في مركز البحوث الزراعيه. خلينا نقول كليه الزراعه المعلومه اللي انا نفسي ما كنتش اعرفها، اللي هي المعلومه دي، تخيلي في كم قسم في كلية الزراعة؟ عايز اقرا وعايز اعرف. لقيت ان في من 8 ل 10 اقسام في كلية الزراعة. من 8 ل 10 اقسام. كلية في منتهى الجمال اللي في الدنيا، وانا ما كنتش واخد بالي ان الكلية دي قد كده قوية، قد كده تقيلة الكلية دي. في عندك قسم اسمه الانتاج الزراعي، بيهتم بالبساتين وبالفاكهة حتى بنباتات الزينة. في عندك قسم اسمه الانتاج الحيواني، عشان هنرجع نقول الشركة الوطنية للانتاج الحيواني المنبثقة من جهاز مشروعات الخدمة العامة اللي عمل البروتوكول الثلاثي مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي وجهاز الخدمة، جهاز مشروعات الخدمة العامة اللي بيصبوا في مصلحة المواطن واخويا المزارع والفلاح. حلو الربط ده يا دكتور، لان الربط ده هو اللي بيوضح للمشاهد ايه اللي بيحصل. انا عايز اوضح لك ان في حاجه اسمها الشركه الوطنيه للانتاج الحيواني. الشركه الوطنيه للانتاج الحيواني لما تم انشائها مع داخل جهاز مشروعات الخدمه العامه، اكيد 100% راحوا لوزاره الزراعه، اكيد 100% راحوا للقسم بتاع الانتاج الحيواني، اكيد 100% استعانوا بناس موجودين. فانت عندك قسم انتاج زراعي، قسم انتاج حيواني، قسم اسمه اقتصاد ومجتمعات ريفيه، قسم اسمه هندسه زراعيه اللي بيهتم بشبكات الري. اللي احنا عمالين نقول ايه؟ رشد استهلاك الميه، استخدم طرق الزراعه الحديثه، طرق الري الحديثه، الرش بالرذاذ، ما تستخدمش النقع وان انت الغمر والحاجات دي. مراكز البحوث، نرجع نقول تاني السؤال بتاع حضرتك الجميل ما بعدتش عنه، لكن حبيت اوضح ان مركز البحوث ما تمش انشاؤه كده، لازم يرجع الاول للاصل بتاعه، تسلسل اصله ان هو جايب ناس من كليه الزراعه. ما انت مركز بحوث هتشتغل بمين؟ هتعمل ناس باحثين وناس دكاتره وناس مساعدين وكل القصص دي، الاستاف اللي عندك. ما مركز البحوث عامل زي الجامعه. هتعمل الاستاف بتاعك الداخلي ده ازاي الا اذا جبت المصدر بتاعك من كليه الزراعه الاساسيه الاصل. فطبعا اهتم مركز البحوث بالبحوث الزراعيه، اهتم ان هو يعمل ابحاث كتير ويقدمها للجهات المعنيه عشان تشتغل عليها. ارجع اقول لك احنا عندنا معوقات ولازم نتغلب على هذه المعوقات. المعوقات اللي عندنا ان احنا في عندك تلوث في الترع والمصارف. مركز البحوث اشتغل على هذا التلوث ومعالجه هذا التلوث. عندك في مشكله في التقاوي والاسمده. مركز البحوث اشتغل على جزئيه تحسين سلالات
من الطقاوي والأسمدة. هنتكلم عن الطقاوي ما لناش دعوة بالأسمدة، لأن الأسمدة دي نوعين، نوع يا إما عضوي يا إما نوع كيماوي. بالظبط. لسه كنا معانا فقرة يا دكتور بمناسبة الأسمدة، إحنا بنتكلم على الأسمدة العضوية ومدى أهميتها للمزارع، وإن هي كمان أوفر، وفكرة إن أنت فعلا الحمد لله تخلصت من بنسبة كبيرة جدا من مشكلة السوق السوداء، وإنه ما كانتش الأسمدة متوفرة. لا، الوزارة فعلا الموقرة، وأنا أعني الكلمة دي جدا، بتقرب للمزارع يا دكتور، وبتعرف كل التفاصيل الخاصه بيه، حتى لو كانت مشاكل زي ما حضرتك اتكلمت على الحيازات وغيره وغيره، لا احنا بنحل، ودايما بنروح لما هو احسن وافضل وانقى للبيئه. يعني بما ان حضرتك متخصص في موضوع البيئه، فاحنا بنتكلم في اسمده عضويه، يعني اقل تلويثا للبيئه، اكثر صحه كمان للانسان والنبات. انا مش عايز مردود سلبي يكون راجع على اخويا المزارع او الفلاح في الاول. صحيح. مش عايز يصيبه مرض. مش عايز يطلع لي منتج زراعي يكون مسرطن او يسبب امراض اخرى. لكن خلينا نقول ايه، خلينا نقول ان المراكز البحثيه ديت بتشتغل طبقا لايه المطلوب منها. خلينا نركز على حته عشان الناس تفهم الفرق بين السماد العضوي والسماد الكيماوي. السماد الكيماوي بيخش فيه عناصر كيميائية، ممكن يخش فيه نيتروجين، ممكن يخش فيه فوسفات، ممكن يخش فيه بوتاسيوم، ممكن يخش فيه التلات عناصر ويبقى تريبل ثلاثي. الكارثة، الكارثة اني عشان اعمل سماد صناعي كيماوي بدخل فيه عنصر الأمونيا. عنصر الأمونيا دوت اللي هو عنصر النيتروجين والهيدروجين. سمعنا السنة اللي فاتت في شهر 8 يوم 4/8 انفجار مرفأ بتاع بيروت نتيجة وجود الأمونيا في هذا المرفأ. فإذا الأمونيا برغم أنه هو سماد وبيستخدم في التسميد وبيستخدم في الزراعة، لكن لو لم يتم عمل كنترول صحيح عليه هيبقى مفجر قوي جدا. صحيح، معلومات قيمة جدا يا دكتور، أنا شخصيا استفدت منها، وعجبني جدا أنه فكرة أن حضرتك كنت بتتكلم على وزارة، على كلية الزراعة، وهي كلية يعني بشوف أن هي ساعات بتبقى مش واخدة حقها ما بين الطلبة في تنسيق الثانوية العامة، بس دلوقتي احنا غيرنا المنظور وبقى عندنا إقبال. وحضرتك كنت بتتكلم أنك شخصيا بعد هذا العمر وهذه الخبرة تبحرت أكتر، ما كانش عندك خلفية عن فكرة عدد الأقسام، وأنك قد إيه عرفت أن هي كلية ثقيلة في المقام. حقيقة. علميا كمان جدا جدا. حقيقة. وبتخرج ما شاء الله نوابغ. أنا ممتنة جدا جدا حضرتك، وتشرفت بوجودك، ودايما ان شاء الله دايما بتنورنا، ونفتح ملفات كتير مهمه، وفخورين ببلدنا وسعداء بالتنميه اللي بتحصل جداً فيها. صحيح. جداً. دكتور مجدي ابو بكر، استاذ الكيمياء التطبيقيه والبيئيه، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، وشكرا ليكي، وشكرا لمصر ان هي بتعمل لصالح اولادها وشعبها. فعلا دي حقيقه. صحيح. أنا بشكر مصر بلدنا، ربنا يحفظها يا رب. شكرا جزيلا يا دكتور، وشكرا جزيلا للمزارع اللي عنده وعي، اللي بقى بيفكر وبيمد ايديه لوزارته عشان يتعاون معاها عشان مصلحة بلده. بقينا نشوف دلوقتي ان المزارع بقى اكثر وعيا، ما بقاش فيه تعدي زي الاول على الاراضي الزراعية، حتى نحن نتوسع للاراضي الصحراوية ونقلل من مشكلة الزيادة السكانية. هيخليه، ما هو بدل ما يبقى عنده 9 أولاد، يعني ما شاء الله عندك ولد أو 2 أو مثلا يعني 3، مش هتلاقي مشكلة كبيرة في التعليم وفي الأكل وفي الصحة وفي أن أنت تسكنهم وتجوزهم. كل الملفات الصغيرة دي لو حضراتكم شايفينها صغيرة، فهي بتؤدي إلى عرقلة التنمية المستدامة اللي احنا بنتكلم عليها. تفاصيل كتير، وزي ترشيد المياه تفاصيل كتير، زي تبطين الترع ومصارف الصرف، غيره وغيره وغيره، كلها حلقات بتكمل حلقة كبيرة جدا 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 اللي هي تنمية مصر. لسه مكملين فقراتنا، فاصل قصير وعلى طول راجعين مع زميلتي الجميلة دينا، استنوها بعد الفاصل.